فتحه بهدف ثاني. يوسف دايما ببارك لك مباراه جيده دايما، وشكم الناشئين بيبقى وش سعد، بتنزلوا بتقلبوا المباراه حتى لو الاداء قليل. الحمد لله احنا برضو بننزل عايزين نثبت نفسنا للناس، ويهمنا ان احنا نكسب ونساعد الفرقه، مش بس يعني احنا اللعيبه الكبيره شايل الفرقه، عايزين احنا كمان يتقال علينا ان احنا كمان بنشيل الفرقه في اوقات صعبه. لعبنا الماتش اللي فات في اجواء صعبه جدا، الناس ما كانتش متوقعه منها الاداء ده، بس الحمد لله قدرنا ان احنا بالتعب والشغل والتمرين نظهر بشكل كويس ونثبت للناس الناشئين الزمالك على قد المستوى اللي هم طالبينه. يمكن بعد ما المباراه اللي فاتت خلصت اكيد كوتش فيريرا كان ليه كلام تاني معاكم خالص، عايزين نعرف جمهور الزمالك محتاج يعرف الكواليس دي ازاي. هو احنا اتكلم معانا اكتر في الشوط الثاني ان احنا كنا نقدر نكسب في الماتش ده، واحنا فعلا كنا نقدر نكسب، وكنا محتاجين نجيب الثلاثه بونت ومحتاجين نكمل سلسله الفوز دي، بس الحمد لله قدر ما شاء فعل. احنا التعادل بالنسبه لنا ما كانش مرضي، بس احنا كنا محتاجين نكسب، بس هي ربنا كاتب كده يعني. الماتش خلص تعادل، ريمونتادا كنا مغلوبين 1-0 زي النهارده، بس ده سمه من سمات الفرق الكبيره ان هي تبقى خسرانه وتقدر ترجع بالنتيجه ضد فريق زي فريق بنك الاهلي، فريق كويس، ضد فريق زي النادي الاهلي. الحمد لله على الفوز النهارده، واحنا عملنا اللي علينا وربنا ما بيضيعش تعب حد يعني، الحمد لله. يمكن النهارده كانت مباراه كبيره جدا، عملنا ريمونتادا زي ما قلت، لعيبه ما بين الشوطين كانوا بيتكلموا بعد الهدف الاولاني، البنك الاهلي كان بيتكلم معاكم شيكابالا، كلكم بتتكلموا مع بعض، الكواليس دي بيحصل فيها ايه؟ وعايز اعرف رايك ايه في الريمونتادا النهارده؟ طبعا احنا شيكابالا اتكلم معانا، احنا نادي كبير، احنا مش احنا الزمالك، ما ينفعش نخسر، ما ينفعش نغلب اي من اي فرقه في الدوري، عايزين نحافظ على لقب الدوري، عايزين نبقى رجاله هنجيب. هو دايما كابتن شيكابالا بيبقى واثق فينا ان احنا هنجيب وهنقدر نعمل حاجه، وبالذات في الناشئين اكتر واحد بيدعمنا، اكتر واحد بيتكلم علينا، وواثق ان احنا نعمل حاجه كويسه، والحمد لله. اخيرا مش عايز اطول عليك، كابتن اسامه نبيه دايما بيكلم كابتن يوسف اسامه نبيه بينصحه، وكابتن اسامه نبيه دايما بينصح ابنه يوسف اسامه نبيه، عايز اعرف دايما بيقول لك ايه؟ وجمهور الزمالك محتاج يعرف انك اثبت وجودك كناشئ لاعب نادي الزمالك، مش بس عشان انت ابن كابتن طبعا كبير زي كابتن اسامه نبيه. والله هي دايما نصايحه هي اللي بتطلعني لفوق، نصايحه دايما هي اللي تبقى صح، بعمل اللي بيقوله لي، وبالتعب بتاعي والشغل اللي بعمل شويه حاجات بيقولها لي، هي اللي مخليني اظهر بالشكل ده، وان شاء الله في تطور مستمر ليا، وان شاء الله ده مش اخر ماتش هعمله كويس، وان شاء الله اقدر اجيب لنادي الزمالك البطوله السنه دي، سواء كنت لعيب صغير او لعيب كبير، ان شاء الله اجيب بطولات لنادي الزمالك، وان شاء الله نحافظ على الدوري ونجيب افريقيا ان شاء الله. وطبعا النصايح بتاعته دي يعني هي اللي مخلياني بدات ابقى لعيب كويس، بدات ابقى اشارك في نادي الزمالك بالتمرين طبعا مع ثقه مستر فريرا. بس جمهور الزمالك بيوصل لكم رساله ان هم بيثقوا فيكم 100% وبيحبوكم جدا جدا جدا، ومستنيين منكم كتير، ومستنيين وعدكم انه بيجيبوا كل بطولات المتبقيه الموسم ده. احنا على قد الثقه، وانا بوعدكم ان الموسم ده هناخد بطولتين على الاقل او ثلاث بطولات اللي احنا داخلين لهم بتوع الكاسين والدوري، ان شاء الله هنجيبها لكم. خليكم في ظهرنا، خليكم واثقين فينا زي ما انتم، واحنا هنبقى متطور لتطور. واحد لما بيشوف كلمه حلوه على السوشيال ميديا بيحس ان هو عمل حاجه كويسه، بيحس ان هو قادر ان هو يكمل على ما هو على مستواه، وان شاء الله خير، وان شاء الله هنجيب الثلاث بطولات اللي احنا داخلين لهم السنه دي مع افريقيا السنه الجايه ان شاء الله. بوعدكم اذا كنت في النادي او مش في النادي، ان شاء الله هنجيب افريقيا السنه الجايه. اشكرك شكرا جزيلا، الف مبروك. شكرا.